ونبلش مقطعنا يا شباب. طبعا اليوم رجعت ميس الهدايا، طبعا راح تكون محدودة، يعني بعد فترة على طول راح يردوا يشيلوها مثل أول. طبعا شباب ميس الهدايا مثل ما تشوفوا لما تفوتوا على أي شيء معاك سعره بيطلع لك مثلث باي أز جيفت إنه تشتريه كهدية. طبعا أي شيء ما كان معك سعره ما راح تقدر ترسله. المهم بطلبوا منك تختار الصاحب اللي بدك ترسل له الهدية. طبعا في شروط عشان تقدر ترسل هدايا، هم شرطين. اول شرط انه الصديق لازم يكون عندك مضيوف عليه بك اكثر من يومين، يكون عندك ضايفه اكثر من يومين. والشرط الثاني انك تكون مفعل خاصية 2FA على حسابك الايبك جيم. طبعا بالمقطع راح اشرح لكم شرح كامل كيف تفعل 2FA، وطبعا لما تفعل خاصية 2FA بعطيكم رقصة الباجي داون مجانا، يعني تفعيل 2FA مفيد جدا. طبعا شباب في سكنات او اشياء ما بيكون معك سعرها فما بتقدر ترسلها هدية، مثل ما تشوف راحت علامة المثلث ما بتقدر ترسل اشي هدية مع كاش سعره. خلونا نبلش بالشرح شباب كيف تفعل خاصية 2FA. طبعا في ناس كثير مفعلين خاصية 2FA، بس برضو في ناس كثير جداد على اللعبة ولسه ما يعرفوا شو 2FA وكيف يفعلوه. تفوت على جوجل بتكتب ايبك جيم، وبتدخل على الايبك جيم بكون فوق في تسجيل دخول، بتسجل دخولك من حسابك، ولما تسجل دخولك بتكبس على حسابك اليوزر نيم اللي بيطلع لك وبتعمل على الحساب. المهم بدخلوك على معلوماتك، تختار كلمة المرور والأمان عشان تفعل خاصية الـ 2FA عشان يعطوك الرقصة المجانية. طبعا بتنزل تحت آخر شيء عند مصادقة البريد الإلكتروني. طبعا أنا سبق وفعلتها، ما راح أقدر أفعلها قدامكم. طبعا فعلتها بمقطع قديم، فبرجع على المقطع اللي كنت منزله قبل 6 أشهر وبوريكم كيف فعلتها عشان توصل لكم الفكرة بشكل أحسن. فبنروح للمقطع اللي كنت منزله قبل فترة، أظن المقطع شباب كنت منزله قبل فترة. نفتح المقطع بوريكم كيف فعلت الخاصية أو كيف فعلت خاصية الأمان وشو الإجراءات. زي ما تشوف فتنا على كلمة المرور والأمان، وبالمقطع نزلت تحت آخر شيء عند مصادقة البريد الإلكتروني وكبس عليها. طبعا لما تكبس بحكولك إنه تم إرسال رمز أمان إلى بريدك الإلكتروني. طبعا بريدك المربوط بالإيبك لازم ما يكون وهمي، ولازم يكون لك قدرة إنك تفتحه، يعني إذا كان جيميل تقدر تفتح الجيميل تاعك أو ياهو. المهم افتح إيميلك، لما تفتح إيميلك تكون جايتك رسالة من إيبك جيم، كود تسجيل الدخول بيكون مكتوب بالمصادقة، بيكون في 6 أرقام كبار، تعملهم نسخ وبترجع على موقع الايبك جيم وبتحطهم بالمستطيل وبكتبوا لك تم تمكين مصادقة البريد الالكتروني بعد ما تحط متابعة طبعا، بعدين بتحط تم وهيك انت فعلت خاصية الـ 2FA. وهذا شرط مهم من شروط انك ترسل هدايا لصاحبك او اي حد من عندك. ترجع على اللعبة، طبعا اول ما ترجع على اللعبة بعطوك رقصة الباجي داون لانك فعلت خاصية الـ 2FA. هاي الرقصة اعطوها لكل شخص فعل خاصية الـ 2FA. ومثل ما تشوف هذه الرقصة قدامكم، طبعا الشرح اللي شرحته هسه راح يفيد الناس الجداد على اللعبة لسه واللي ما يعرفوا كيف يفعلوا خاصية الـ 2FA. المهم ونرجع يا شباب للشرح كنت بشرحه بالأول وطلعنا من المقطع، نرجع على خاصية الهدايا. طبعا قلنا أول شرط إنك تفعل خاصية الـ 2FA، طبعا الشرط الثاني إنه الشخص اللي بدك ترسل له هدية لازم يكون مضيوف عندك أكثر من يومين. شوف الشخص هذا أنا ضايفه إلي يوم واحد بس، مكتوب ما راح تقدر ترسل له هدية إلا بعد يوم إضافي، يعني قصده إنه أنت ضايفه لك يوم واحد لازم كمان يوم بعدين تقدر ترسل له عشان يصيروا يومين. تمام فهمتوا فكرة اليومين؟ اتوقع انه يومين بس عليه بك، مش شرط السوني تكون ضايفه عليه بك يومين واكثر عشان ترسل له هدية. وهذا شخص ثاني ضفته الي يوم واحد برضه لازم اكون ضايفه يومين عشان ارسل له هدية. طبعا بدور على صاحب، هذا اسم صاحبي شباب، برسل له الهدية قدامكم بوريكم كيف النظام حتى تستفيد الناس اللي ما جربت كيف ترسل هدايا وتعرف كيف ترسل. طبعا بيطلع لك كلام تقدر تمحي الكلام وتكتب الكلام اللي بدك اياه بالعربي او بالانجلش. طبعا انا كتبت، وبس تخلص كتابه بتكبس مربع وبتوصل الهديه لصاحبك. لما يفتح اللعبه بيجي اشعار بالشاشه انه جاتك هديه. طبعا على طول باخذوا منك الفي بوكس اللي انت دفعت حق السكن او حق الرقصه فيه. وهيك شباب بكون شرحت كل شيء بالنسبه لكيف تفعل خاصيه الـ 2FA وكيف تجيب الرقصه الباجي داون للناس اللي لسه ما كانوا مفعلين خاصيه الـ 2FA بحسابهم من اول. طبعا اكيد هسه في ناس بيحكوا لي انا حسابي وهمي شو اسوي؟ للاسف ما في حل للحساب الوهمي، بس الحل الوحيد انه حسابك تكون تقدر توصل له، هذا الحل الوحيد اللي بخليك تقدر تفعل خاصيه الـ 2FA. وبس شباب هيكون شرحت كل شيء عندي اليوم، فاتمنى من كل شخص فيكم حابب يدعم القناه انه لا ينسى يستخدم الايتم شوب كود المتجر YZYZET. واذا حابب تشتري سكين بالكود تاعي قبل تشتريه صور مقطع فيديو او صور اي صوره وانت بتشتريه وارسل لي الصوره على حسابي بالانستغرام، محط لكم الرابط والوصف، لاني راح اخذ الصوره او المقطع اللي بترسله وبنزله بالصوره الانستغرام عندي. وبس شباب اتمنى من كل شخص فيكم يستفاد من المقطع، اتمنى ننشره بكل مكان وبكل جروبات ومع اصحابه حتى الكل يستفيد، لانه ميس الهدايا ايام وردوا يشلوها، فخلي كل الناس تستفيد وانشر المقطع بكل مكان. ولا تنسى تعمل لايك حتى نحاول نوصل للمقطع 10,000 لايك،
واشترك بالقناة إذا لسه ما كنت مشترك فيها، وفعل زر الجرس حتى توصلك إشعارات المقاطع اللي ننزلها أول بأول. وبس شباب، ربي يسعدكم مع كل شيء، وأسرع تكم مع جيم بلاي للعبة ريد ديد ريدمشن 2، ويلا مشاهدة ممتعة.